أهلا بكم متتبعي الرابطة الأولى الجزائرية. تشاهدون في هذا الفيديو النتائج والترتيب بعد مباراة الجولة 17 مباراة الجمعة. مباراة اليوم كالتالي: شباب قنطيرة 5 ساري غليزان 2 مودي الجزائر 1 شباب الوسداد 1 شباب الثورة 1 وادي التلمسان 0 اتحاد بلعباس 1 أولمبي بديه 1. إذا كانت هذه أبرز نتائج مباراة الجمعة. أما مباراة الغد فستحمل كامل الترتيب. أما الترتيب فهو كالتالي: شباب الثورة في مركز أول 32 نقطة، وفاق سطيف في مركز الثاني 30 نقطة، يتبعه مودي سوهران في مركز 30 نقطة، المركز الرابع أولمبي بدية 29 نقطة، يليها شباب القبائل في مركز 5 ب 27 نقطة وبمباريات متأخرة كثيرة. أما شباب قسنطينة فقد ارتقى إلى مركز العاشر ب 21 نقطة ناقص مباراة أمام شباب القبائل، ويرجع بقوة مع المدرب ميلود حمدي. في الأخير لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.